أو إيش فلان؟ مرحبا يا حلوين، كيف تمشي أخباركم؟ تكون ألف خير. شاركنا في جديد وفيديو اليوم نسوي وصفات المشتركين لصنع سلايم. من زمان ما سوينا وصفات مشتركين صح؟ المهم سلايم اليوم بيكون مصاصات العصير او المزازات، بيكون سلايم كرنشي ويطلع صوت. جتني هذه الفكره من هذا التعليق، حيل حبيت اني اجربه. يلا ما بيطول عليكم، خلينا نبدا. بس قبل ما نبدا لازم نسوي اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا نبدا. جبت المكونات، بستخدم غرة شفاف، بستخدم ثلاثتهم عشان ابي السلايم يكون كمية كبيرة، وبرسيل ومصاصات العصير. سلايم بثلاث مكونات، اكيد محتاج صحن وملعقة او مقص عشان نقصص المزازات، يعني اكيد بس هذه المكونات. يلا نبدأ. اوكي، اول شي ببدأ بالغرة. اوكي، الحين بنحط برسيل شوي شوي الى لما السلايم يبدا يتماسك، عشان احنا ما نبي نصير سلايم كامل عشان يلصقوا عليه المزازات. نحط شوي وبعدين نخلط. اوكي، شوف ايش كيف صار السلايم. الحين انا قبل ما اقص المزازات ابي قررت اني اكبر الصحن واحطه في هذا الصحن عشان يكفي حق مساحه المزازات. شوف انا ما بعد العب فيه بيدي عشان هو ابي يلصق عليه المزازات. وي واخيرا خلصت. صراحة يتعب، بالذات لان انا كنت في البداية لما وريتكم الكمية كنت ما تكفي، فانا زدت الكمية يعني، وكان هذا شيء يتعب واجد. تعب اني انا رصصهم صغار لكن استوى. طبعا انا ما بعد العب فيه، فخلونا نلعب فيه ونشوف ايش كيف نخلطها ونشوف النتيجة. ليش شوفوا يا جنة. شوف شلون يجنن. سمع الصوت. كرانشي سلايم، واو رهيب.
بس المشكلة إن كل شوية أطيح المزازات اللي فيه، ما أدري ليش، بس حتى لو يجنن. يا رهيب. اسمعوا الصوت، شوفوا راحة روعة. وانا مرة جاء على بالي اني اسوي سلايم كرانشي بالمزازات، فشكرا على الوصفة، اعطيها 10 من 10. اكتبوا لي يعني وصفات سلايم غريبة ويمكن اسويها في الفيديو الجاي. اوكي، قبل ما ننهي فيديو اليوم خلونا نقول سؤال اليوم، وهو وش لون البرسيل اللي انا استخدمته اليوم؟ يلا انتظر اجاباتكم، واول اجابة صح بثبت تعليقها. يلا انتظركم. بس هذا كان فيديو اليوم، اتمنى عجبكم. السلايم حيل حلو، اعطيه 10 من 10. انتوا اكتبوا لي وصفات سلايم وانا احطها في الفيديو الجاي، بنقيمها من 10 ان شاء الله، انها تكون كذا غريبة او شيء جديد، انا احب الاشياء الغريبة صراحة. وبس لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، وباي باي. انا اعطيها 100 من 100.